السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. خاطرة اليوم قصيرة جدا، لكن يعني فيها مفاهيم جميلة. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذا النداء من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. هل هذا خاص بالنبي؟ To follow the guidance of other prophets, is it an order only for Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم or for all of us? لنا جميعا، أليس كذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وكأننا نخاطب الله سبحانه وتعالى بلسان الضعف، فيا ربي إننا لا نصلي كما يليق بك. يعني our salah, it does not reach the quality or the level which we have to do in front of Allah subhanahu wa ta'ala. But ya Allah forgive us. Nasallahu alayhi wa sallam. That's why after salah we say, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya Rabbi, wala siyamuna kama kana yaf'alu Dawood alayhi salam. Kam kana yasum Dawood? Kana yasum yawm? ويفطر يوم. داود عليه الصلاة والسلام used to fast one day and to, you know, not to fast the day after. ولا أصبر إذا مرضت كما صبر أيوب. لأن صبر أيوب مميز عليه الصلاة والسلام. ولا أسبح بحمدك تسبيح يونس في بطن الحوت. يعني imagine يونس عليه الصلاة والسلام when he was in a hard situation and there is no way for someone to help him except Allah سبحانه وتعالى. And when it comes to the human mentality, no way for this person to be saved. And Allah subhanahu wa ta'ala, and he saved him because of his tasbih. What is the dua of Ayyub inside of the whale? لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا أخذ ديني بقوة يحيى. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. ولا أغض بصري كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال هنا بكل جوارحه، يعني the way يوسف عليه الصلاة والسلام dealt with the wife of Al-Aziz, it's not only to lower his gaze, not to look at the lady, but even his heart, his mind, you know, his body was not attached to be in a bad situation with her, even if he went through something not easy عليه الصلاة والسلام. قال ولست متسامحا لحد ما تسامح محمد صلى الله عليه وسلم مع الناس الذين عذبوه وآذوه وطردوه صلوات ربي وسلامه عليه، لهم أهل مكة. ثم لما فتح الله عليه مكة قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني imagine رسول الله صلى الله عليه وسلم after he came back to Mecca with whatever they did against him and his companions رضي الله عنهم جميعا. He told the people of Mecca, go, you're free. اللهم صل على رسول الله. ثم يقول صاحبنا صاحب الكتاب قال ولكني يا ربي مثلهم فيا الله إني أحبك. شوف على خاتمة جميلة. يا ربي حبنا لك نسألك به أن تجمعنا بهؤلاء الأنبياء في الجنة. فيا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني. يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادك كلهم ذنون. اللهم ارحمنا برحمتك، ثبتنا على دينك، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.